استطاع أن يرد قوات أو أن يرد قوات الأسد ليومين تتالت في هذه المدينة، انسحب اليوم. الآن تخلف قوات الأسد مجازر في هذه المدينة، إحراق لمنازل، أحرق عدد كبير من المنازل. البارحة دمر عدد كبير من المساجد، مسجد البسام تم استهداف مئذنته، مسجد العمري أيضا كذلك الأمر، مسجد الرسول الآن إحراق البيوت، إحراق عدد كامل من البيوت، هنالك تفخيخ بيوت بشكل كامل وتهديمها بشكل كامل، هنالك إعدام ميداني بحق شاب أمام أهله، على مرأة من أهله أخذ من أمام أهله وصفي أيضا، أطلق عليه النار بشكل مباشر أمام أهله وبدم بارد وبوحشية لم يعني لم تشاهد بمنطقة من العالم. هذه المدينة لا تزال تعاني إلى الآن، الجرحى محاصرون داخل المدينة، حتى الأهالي لم يستطع أحد النزوح من مدينة. نعم أسمعك. طيب قيصر، لماذا الشيخ مسكين تحديدا؟ هذا الوضع، نحن نذكر مدينة الشيخ مسكين كونها تعرضت إلى الاقتحام أو هي العرضة للاقتحام. الآن ما جرى أو ما يجري الآن في مدينة الشيخ مسكين جرى في مدن وبلدات محافظة درعا، بداية من المسافرة إلى الكرك الشرقي إلى الغارية الشرقية، الغارية الغربية، بصرة الشام، غصن، السهوك، حيل، الجيزة، محجة، بصرة الحرير، مدينة داعل، مدينة طفس. لا نتكلم عن مدينة، كل هذه المدن، يعني لا نتكلم عن إحراق حي أو إحراق منزل، هنالك سياسة ممنهجة، إحراق مدن، تهجير مدن بشكل كامل في محافظة درعا، أحياء مدينة درعا، حي طريق السد، مخيمات النازحين. نحن نتكلم عن محافظة مدمرة من قبل قوات الأسد، قوات التتار عندما تدخل إلى مدينة من مدن محافظة درعا تقوم بإحراق المدينة بشكل ممنهج، تهجير ممنهج لأهالي محافظة درعا من قبل قوات الأسد. هذه السياسة سياسة ممنهجة تتبعها قوات الأسد. القصف من قبل كتيبة المدفعية 285، استخدام راجمات الصواريخ وأيضا المدفعية الثقيلة، حشوات من الدرجة العاشرة تقصف فيها مدن مدينة داعل ومدينة طفس وبلدات المزريب وتل شهاب وأحياء درعا من قبل الكتيبة 285 الإجرامية المتواجدة بالقرب من البانوراما في مدينة درعا. القصف في المنطقة الشرقية أيضا طال، بلدة معربة أيضا قصفت من قبل كتيبة الدفاع الجوي المتواجدة في السهوة، أدى ذلك إلى إصابة أشخاص أيضا معظمهم من الأطفال. القصف كان قطال أيضا مدينة بصرة الشام، هذه المدينة تقصف بشكل يومي من قبل قوات الأسد، لم يكتفي بتدمير أثار هذه المدينة، لا تزال آلة الموت تقصف هذه المدينة، مدينة بصرة الشام. الاقتحامات أيضا كان هنالك اقتحام منذ ساعات الصباح لمدينة جاسم وحملة اعتقالات شرسة شنتها قوات الأسد في هذه المدينة. طيب يعني أشكرك قيصر حبيب عضو شبكة شام، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك شيخنا. يعني نعلق على هذه